أيضا نبقى في أخبار أهل المدينة، خلينا نعرف، صارنا فترة ما سمعنا أخبار بغداد، خاصة بعد يعني موجة التراب الكثيفة اللي اجت على بغداد وعلى يعني مختلف المدن العراقية، فخلينا نشوف أهل المدينة في بغداد شلون هم اليوم. مرحبا هند. مرحبا هند. صباح الخير رأس، صباح الخير أزل. صباح الخيرات. هند، يعني احكي لنا بغداد اليوم شلونها، شلون وضعها، أهل المدينة شلونهم في بغداد، خاصة بعد يعني أيام قليلة انتخابات مجالس المحافظات، أكو يعني حكي كبير عن موضوع حظر التجوال، عن العطلة، يعني تفاصيل أكثر أكيد عندك. نعم، طبعا بلادي اليوم شديدة تجوال تام. نعم. شوارع يعني اليوم الحمد لله الضبارة الناس، يعني صارت سهولة بالتنقل طبيعي بالشوارع للمواطن، لأنه معظم المواطنين متوجهين، طبعا مو متعرفين أزل إنه العطلة عطلة الانتخابات. بس اليوم بغداد الصباح شفناها حمراء تميل للون البرتقالي. نعم. بسبب الموجة أو العاصفة الترابية اللي عصفت بغداد يوم أمس. واللي طبعا كل سنة احنا نواجه هذه المشكلة، مشكلة العواصف الترابية ومشكلة الغبار، الموجات هذه الثقيلة اللي تعصف بغداد. بس أزل اللي صار البارحة إنه صارت يعني بعض الحوادث مو بسبب الغبار فقط، ولكن بسبب سقوط الكثير من النشرات أو الدعايات الانتخابية اللي ما كانت معلقة بصورة صحيحة، واللي ما كانت بأماكنها الصحيحة، واللي ما وضعت بطريقة منظمة. نعم. فمن حرمة العاصفة على بغداد أغلب يعني وأحجام كبيرة هذه طبعا الدعاية اللي تكون معظمها بها حديد وبعض يعني معلقة على خشب أو ستاندات خشب، كل هذه ما كانت مثبتة بطريقة صحيحة. نعم. أغلبها وقعت بشوارع بغداد للأسف بسبب حوادث المواطن، وأيضا سببت عرقلة بالسير، يعني المواطن هو في سيارته. يعني حوادث مرورية لو حوادث شخصية أمام واحدة من هذه المنشورات كثيرة. يعني حوادث مرورية. نعم. يعني بسبب قوة الرياح اللي موجودة في العاصمة بغداد يعني والعاصفة الترابية، انه بدأت هذه اللوحات كلها تسقط من مكانها على الناس المارة وحتى على السيارات. زين، هذه الحوادث اللي كانت مرورية لو شخصية؟ احنا ما نحدد هذا الموضوع، فنفتح يعني ملاحظة نحن نذكرها، انه ذكرها المواطن الايام اللي مضت، المواطن اللي يجول بشوارع بغداد ويشوف ويسرع للاعلانات وكثرت هذه الدعايات والمنشورات الانتخابية واللي فعلا غير منظمة واللي شوهت معظم شوارع بغداد، واللي المواطن العراقي تذمر من وجودها يعني بهذه الصورة وبهذه الطريقة اللي تم تعليقها فيها في شوارع بغداد. بس السؤال اللي ده يطرحه المواطن نفسه، هذه المنشورات أو هذه الدعايات الانتخابية هل سيتم رفعها بعد الانتخابات؟ تبقى موجودة. هذه نقطة. النقطة الثانية طبعا رغم احنا كنا اليوم الشوارع فارغة وال يعني سبب العطلة ولأنه احنا مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات، لكن انتشار مكثف للقوات الأمنية بكل أصنافها، يعني داخلية، دفاع، يعني ما شاء الله اليوم منتشرين سيطرات منظمة بكل شوارع بغداد. انتشار مكثف لرجال الأمن. وحتى التفتيش اليوم دقيق أكثر من باقي الأيام، يعني أصلا موجود تفتيش بشوارع بغداد. هند، بس أسأل السؤال، أنت قلت اليوم الشوارع شبه مغلقة أو فارغة، هو اليوم ماكو عطلة رسمية؟ لو الأهل بغداد يعني معطلين. تعرفين ظروف أزل الظروف اللي مرت بها بغداد تحديدا بالأيام القادمة، عفوا الأيام السابقة واللي شهدت انفجارات، الناس عندها يعني خوف، هناك جانب من الخوف، يعني احنا صحيح نقول الشوارع فارغة بس هي يعني تحسين بها قلق، يعني اكو دوام رسمي. نعم. تطلعين في يعني خايفين منهم، الناس خايفة. نعم، يعني اكو دوام رسمي. مراسلتنا في بغداد، شكرا جزيلا لك لتوضيح المعلومات. يعني هو مو بس الموضوع انه بعد يومين اكو انتخابات، وانما لا تنسى انه عاصفه ترابيه، فالناس ايضا ما تطلع، اللي اغلبها يعني مصابه برا بو الحساسيه ايضا ما تطلع، ولانه موضوع الانفجارات، واحنا نعرف انه يعني صاير الناس يعني موضوع العطله احيانا تطلع اشاعات، يعني صار لهم يومين يقولون اكو اربعاء وخميس عطله. كلش يرتاحون انه من يسمعون انه فد عطله، والناس تسال انه
باكر عطله او بعد باكر عطله هاي الايام القادمه، انه بها عطله انه حتى واحد يحافظ على نفسه انه يبقى قاعد بالبيت وما يطلع خارج بيته وما يطلع خارج منطقته. فبالتالي انه اريد ارجع انه اعلق على هذا الموضوع اللي هي ذكرته هند، انه هاي الدعايات اللي موجوده بالشوارع، فكر المرشح انه مثل ما خلاها في حمله دعائيه له قبل الانتخابات انه راح يرفعها نفس انه فريقه اللي بدا ينصبهن في شوارع بغداد هو نفس الفريق اللي راح يرفعهن، اللي راح تبقى تشوه منظر شوارع بغداد. احنا لحد الان عندنا شعارات باقيه من الانتخابات السابقه، لو منتبه على الحواجز الكونكريتيه. المشكله يعني ما هاي البوسترات الملصقه، يعني انه وصلت لنا يعني صوره على صفحتنا الرسميه والوحيده لاهل المدينه من بغداد لصوره العاصفه الترابيه وكيف لون بغداد اليوم. شوف سوا هذا اللون البرتقالي، فعلا فعلا الناس يعني تفكر انه ما تطلع من منزلها لان وضع لا يسمح، ما يقدرون يطلعون من الجو.